اهلا بيكم. هنتكلم النهاردة عن فيلم المغامرة والتشويق فري ويلي، وهو من اصدار سنة 1993. لكن قبل ما نبدأ، لو انت جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اللي جاية. بيبدأ الفيلم في البحر لما مجموعة صيادين هاويين صيد الحيتان بيحلقوا على مجموعة منهم. دي كانت عائلة الحوت ويلي، وبيقدروا يصطادوا واحد منهم، واللي بيقع في الشبكة بيكون الحوت البطل ويلي. عائلته بتحاول تطلعه من الشبكة لكن للأسف فشلوا. وهناك في المدينة كان في ولد اسمه جيسي، ده البطل التاني معانا النهاردة. والطفل جيسي كان يتيم، بيطلع في مشهد وهو بيطلب من واحدة ست ماشية في الشارع تديله فلوس بحجة انه يعرف يروح المدرسة، والست الطيبة بتديله. وبعد ما قدر يجمع مبلغ من الناس، راح قابل صحابه واللي كانوا بيعانوا تقريبا من نفس مشاكل جيسي وهي العائلة. بياخد صحابه وبيروحوا عند المطعم ويستغلوا ترابيزة فدية وعليها اكل باقي، وبيجروا بسرعة يسرقوه. وهم ماشيين في الطريق بيلاقوا عربية مفتوحة وفيها كعكة شكلها حلو قوي، فبيسرقوها هي كمان. وبيروحوا المكان تجمعهم وبيقعدوا ياكلوا الغنيمة بتاعتهم في الوقت اللي الشرطة بتطب عليهم وبيهربوا منها. لكن جيسي وصديقه بيري بيروح للمنتزه ويستخبوا فيه، وبيري بيقدر يهرب لكن جيسي بيقع في قبضة الشرطة. وفي مركز الشرطة تاني يوم، المحامي بيقول لجيسي ان دي المرة الالف اللي بيخرجوا من السجن، والمرة دي هيكون في عقاب ليك، وهو انك هتروح تنظف المنتزه اللي كنت مستخبي فيه انت وبيري. وبعدين بيقول له يرجع يفكر تاني في عرض الاسرة اللي عاوزة تتبناه، ولازم يوافق عشان هو مش كل شوية هيجري وراه في مراكز الشرطة. بيوافق جيسي، وبعد شوية بيكون في بيت اسرته الجديدة. وهناك بتحاول اني، ودي ام جيسي الجديدة، بتحاول تطلعه من موده وتقول له ايه رايك اجيب لك لابتوب جديد. يرد جيسي ويقول لها انا ماليش في اللابتوبات، ويقعد ياكل بشراهه. يحاول معاه ابوه الجديد جيلين ويقول له انت بقى بتهتم بايه يا جيسي. بيبص له جيسي بقرف وبيقول له انا بتكلمش وانا باكل. وكده نفهم ان جيسي مش قادر يتكيف مع الوضع الجديد. تاني يوم بياخد ابوه جيلين ويوديه للمنتزه، وبيقول له يروح لراندول وده المسؤول عن المكان هناك عشان يبدا ينفذ عقابه وينظف المكان. بيدخل جيسي بيت راندول وعينه تقع على نموذج معمول من الصلصال لحوت صغير، وفجاه راندول بيطب عليه ويقول له على الشغل يلا. بيبدا جيسي ينظف حوت كبير، وفجاه يشوف حوت في قلب الحوت بيطلع صوت مخيف، فبيطلع بسرعه للسطح عند حوض السباحه وبيقدر يشوف الحوت اللي بيغرقه بالميه. وبيجي راندولف يقول له انت بتعمل ايه عندك؟ بيرد جيسي انا بتفرج والله بس. وبيبدا راندولف يعرف جيسي على الحوت ويلي ويقول له ان مزاجه متقلب وانه لازم ما يزعجهوش والا هتكون العواقب وخيمه. وبعد شويه وجيسي مشغول في التنظيف يسمع مكبرات صوت فبيتبعها، ويطلع بسرعه يلاقي الناس بيتفرجوا على عرض بتقدمه المدربه ليندلي مع اسدين بحر، فبيعجبه المنظر وبيقف يتفرج ويعرف ان في عرض للحوت ويلي قريب، فيفرح وبيتمنى انه يقدر يحضره. وتاني يوم في المنتزه رجع للتنظيف وكان معاه صفاره ابتدى يصفر بيها وهو بيمسح الحوض اللي فيه الحوت ويلي، وفجاه بيظهر الحوت ويلي وكانه كان مستمتع بعزف جيسي، فبيبدا جيسي يفهم ده ويطلع تاني على سطح حوض السباحه ويستمر في العزف، والحوت ويلي كان مستمتع وبيلعب. وبيبتدي جيسي يعرف تفاصيل اكتر عن الحوت من المدربه ليندلي، واللي حست انه هيبقى في صله بينه وبين الحوت ويلي. وفي اليوم التاني جيسي كان انتهى من تنظيف المكان ومش هيرجع له تاني، فقرر انه يهرب في نص الليل من الشباك ويروح يودع الحوت ويلي. وهنا راندولف صاحب المكان سمع صوت دوشه في حوض السباحه وطلع عشان يشوف مين، ومن خوف جيسي وقع في الحوض ومعرفش يعوم فغرق تحت في الحوض. لكن المفاجاه الحوت ويلي انقذه وخرجه فوق السطح، ولما جيسي رجع لوعيه اتفاجئ ان ويلي لسه جنبه وما كانش قادر يتحرك، فنادى على راندولف واللي خده وخلاه يغير هدومه. راندولف كان مستغرب ان ازاي الحوت ويلي ما اذاهوش، اكيد في صله ما بينهم. فبيرد جيسي ويقول له انا بس يا عم بقدره. بياخد راندولف جيسي ويرجعه بالعربيه لبيتهم، وهناك قدام البيت بيتخانق جيلين واني معاه ولسه هيعاقبوه لانه هرب. رد راندولف قال لهم على فكره جيسي نظف المنتزه كويس جدا وكون صداقه مع الحوت ويلي، ايه رايكم اشغله معايا هناك؟ الزوجين فكروا بعد محايله واصرار من جيسي، ولان الشغل كان حلمه وافقوا انه يروح يشتغل معاه. بس يا عيني الفرحه ما بتكملش للزوجين. جيلين بيقول لجيسي يلا يا ابني روح على اوضتك، وبيرد جيسي عليه وبيقول له على فكره انا مش ابنك، وبتسود حاله من حزن جوه جيلين لكنه مش بيبين، وان مراته تصبره وتقول له بكره يعقل. وفي اليوم الثاني صحي جيسي وركب عجلته وباقصى سرعه راح الشغل وهو سعيد، لكن اتفاجئ وهو بيركن عجلته بصوت الحوت ويلي. وبسرعه جري لقى ان اصحاب المنتزه السيد ديل جايين ياخدوا ويلي عشان اكتشفوا ان بيعه في السوق هيكون احسن من ركنته، وكانوا محلقين عليه بالشبكه لدرجه ان صرخات ويلي كانت شبيهه ببكاء طفل صغير. وبسرعه راح جيسي حل السلسله وتحرر الحوت ويلي، لكن راندولف قابل جيسي وقال له انا شفت اللي انت عملته وعشان كده اصحاب المكان ادونا مهله. فرح جيسي وراح يجيب السمك المفضل لصديقه الحوت ويلي، ورجع تاني للمنتزه واكل ويلي وقدر لاول مره يلمسه وقرر انه يرجع للبيت. لكن ويلي كان عنده راي تاني وفضل يعوم وراه لحد ما جيسي غير رأيه ونجح انه يعلم ويلي شويه حركات. وبالصدفه راندولف كان معدي جنب الحوض وشاف جيسي بيلعب مع ويلي، راح نادي على ويندلي ووقفوا هما الاثنين مستغربين وبيضحكوا على حركات اللي جيسي بيعلمها لويلي. حاولت ليندلي تقرب من الحوت وتاكله، لكن ويلي رد عليها بضربه ميه بديله غرقتها. فهمت ليندلي ان جيسي يصلح لتدريب ويلي، واقترحت على جيسي يكون مدرب ويلي ويبداوا يعملوا عروض ويستقبلوا الناس عشان يوسعوا حوض ويلي. وبدات تعلم ويلي وتحكي له عن الحيتان وتعرفه كل حاجه لازم يعملها عشان يدرب ويلي. وفي نفس الوقت جيسي راح لبيت راندولف
الفضل واداله كتاب بيحكي عن انواع البحر واساطير عن الحيتان عشان يزود معرفته اكتر بالحوت ويلي. ومن هنا الصداقه زادت اللي بينه وبين ويلي، وزادت الايام اللي بيروح فيها جيسل تدريبه لدرجه انه كان بيروح يسرق اكل ويلي المفضل من الصيادين وهو في غايه سعادته. الحوت ويلي كان بيصدر اصوات غريبه بالليل، بس جيسي ما كانش قادر يفهمه، وبدا جيسي يروض الحوت ويلي اكتر لدرجه انه نجح يركب فوقه ويلمس لسانه. وكانت ليندلي مستغربه ازاي طفل يقدر يعمل اللي هي ما عملتهوش. بعد كده ليندلي وراندولف طلبوا ديل صاحب المنتزه عشان يشوف عرض ويلي وجيسي ويسمح لهم يعملوا عروض. في الاول ديل ما كانش مصدق اللي شايفه وما كانش واثق في جيسي لانه صغير، فطلب منه يعيد العرض تاني. واخيرا ديل صدق ووافق انه يعمل عرض، وقال ان ويلي هيكون وسيله لنجاح استثمار كبير. والاول مره الجمهور كان مالي المنتزه وديل كان في غايه فرحته وبدا العرض، والمفاجاه ان ويلي ما كانش مستجيب لاوامر جيسي، وجيسي بدا يتوتر. ولان المكان كان زحمه طلبت ليندلي من الجمهور يشجع ويلي، فبدا الجمهور يحييه، لكن ويلي خاف اكتر ونزل في حوض السباحه للاطفال اللي كانوا عاملين فرح تحته وبيتفرجوا عليه، وعمل كسر في الازاز بتاع الحوض. اتعصب جيسي وعيط لانه فشل في العرض وطلع يجري، لكن جلين واني لحقوه وطمنوه انه عمل اللي عليه مع ويلي وما يقدرش يعمل حاجه تاني. وبالليل جيسي كان في المنتزه وسمع صوت ويلي بيعمل نفس الصوت وكانه بينادي على حد، فتسلق السلم وبص على الحيطه، والمفاجاه انه لقى مجموعه من الحيتان في البحر بيردوا على ويلي بنفس الصوت. ومن هنا فهم انهم عيلته، وبدا يستوعب خوف ويلي وفشله في اداء العرض، وقطع عليه تفكيره ثلاث اشخاص جايين ومعاهم الات حاده، ومن ضمنهم ويد صاحب ديل صاحب المكان. نزل الثلاث اشخاص للحوض من تحت وعملوا فيه كسر وهربوا. جري جيسي على راندولف وقال له راندولف ديل لما شافك فشلت في العرض كده فلوس التامين اللي دفعها لويلي هتروح عليه، وشرط عشان يقدر يرجعها يموت ويلي، وبكده هيقدر ياخد ال 100 مليون دولار اللي دفعهم تامين. فاقترح جيسي على راندولف يرجعه ويلي للمحيط وانه شاف فعلا عيلته هناك. فرح راندولف وبدا يجهز حماله تنقل ويلي، ولما شافتهم ليندلي قالت لهم انا هاجي معاكم. وهم بينزلوا الحماله في حوض السباحه عشان يخرجوا ويلي، فجاه الحوض اتكسر، وده مش في صالح ويلي لان الميه بدات تخلص وهيبدا ويلي يندفع مع تيارها لتحت. لكن بسرعه جيسي نط في الحوض وشبك الحماله في الونش اللي هيرفعه، وخلاص نجحوا يرفعوا ويلي. بس كانت المشكله انهم محتاجين عربيه لنقل ويلي، وفجاه جيسي فكر في عربيه جيلين وراح مع راندولف وخدها واتجهوا بيها مع ويلي وليندلي للمحيط. عارف جيلين ان جيسي اخذ العربيه وبدا يتواصل معاه بجهاز اللاسلكي اللي كان موجود فيها، بس جيسي رفض يرد عليه. الحوت ويلي كان محتاج طول الوقت ميه، وللاسف الميه اللي معاهم قربت تخلص عشان ماشيين على الطريق، فكانوا محتاجين يسرعوا اكتر. لكن قابلتهم شجره في نص الطريق، ولما راندولف رجع بالعربيه عجله العربيه غرست في الارض والمقطوره اللي عليها ويلي كانت هتسيب، وقعدوا يفكروا ويطلبوا مساعده. واخيرا جيسي قرر يتصل على جيلين وحكى له الموضوع، وبسرعه جيلين اخذ اني وراحوا لجيسي اللي فهمه ان ديل عايز يموت ويلي عشان ياخد فلوس التامين. لكن جيلين كان رده بالرفض وانه ما ينفعش يتدخل، لكن لما جيسي قال له ان ويلي عيلته مستنياه في المحيط وعيط، وافق جيلين وربط المقطوره اللي متحمل عليها ويلي في العربيه واتجهوا على طول ناحيه المحيط. وفي الطريق الميه اللي معاهم خلصت، وكان من حظهم انهم قريبين من مغسله قعدوا عليها ورشوا على ويلي ميه. ويلي محتاج ميه عشان لازم جسمه يفضل مبلول. والصبح اخيرا وصلوا، بس هناك كان مستنيهم مفاجئ ديل اللي كان واقف قدام بوابه المحيط هو ورجالته، والحوت ويلي بدات حالته تسوق وجسمه قشر ونشف. قام جيلين دايس بنزين واتجه بسرعه ناحيه البوابه، وده اللي خلى ديل يطمع ورجالته يتحركوا من قدامها. واخيرا وصلوا على شاطئ المحيط ونزلوا ويلي اللي كان فقد طاقته بسبب الميه، وقدر ديل ورجالته يلحقوه ويمسكوا جيسي وويلي. وفجاه الحوت ويلي استجمع قوته وتوجه ناحيه الميه، لكن على مين؟ ديل كان عامل حسابه ومتفق مع صيادين وسدوا طريق ويلي بالشبكه، فجري جيسي عند ويلي وطلب يبعد عن المراكب وينط من فوق الساتر الصخري، لكن الحوت ويلي ما كانش راضي يتحرك. بدا جيسي يعيط ويقول له انه بيحبه ومش عاوز يفقده زي ما فقد مامته وباباه، وطلب منه يوصل سلامه لعيلته. النط فوق الساتر الصخري كان مستحيل عشان عمق الميه ما تسمحش لويلي انه يغوص فيها، لكن مع تشجيع ودعم جيسي قدر ويلي ينط من فوق الصخره اللي عليها جيسي، وكمان قدر جيسي يلمسه لاخر مره، وقدر الحوت ويلي يجتمع مع عيلته وودعه ويلي وكان بيعيط. وجم جيلين واني، راح جيسي حاضنهم وشكرهم، وبيخلص الفيلم على كده. في النهايه لو عجبك فيلم النهارده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات ناريه هتنزل. اشوفكم الحلقه الجايه.